ايوه يا استاذ خليل، ده ان شاء الله نص ساعه وابعتلك المقال. اكيد قبل ميعاد المطبعه، ما تقلقش. حاضر حاضر، مع السلامه. وادي الشاي. تسلم ايدك يا رؤيا حبيبي. بقول لك ايه، انا عندي مقاله عايزك تقريها بعد ما اخلصها، ولا انت مشغوله؟ ولو مشغوله افضيلك نفسي وراح قلبي. انت مش فاهم انا ببقى قد ايه مبسوطه وانا بوري المقاله بتاعتك لزميلاتي في الشغل. بس اكيد الباشمهندسات زميلاتك دول ما يفهموش حاجه في السياسه بتاعتها. برضه بخليهم يقروها. ايوه باشمهندس باسم، انا قلت لك قبل كده ما تتصلش على تليفوني ده، انا ما بحبش رقم يبقى مع حد انا ما اديتهالوش بنفسي. والتقارير اللي انت عاوزها دي خلي مروه تديها لك زي ما اديتك نمرتي. سلام. ايه، في حد بيعاكس الامر بتاعي ولا ايه؟ لا ابدا. امال ايه التليفون اللي ضايقك ده؟ اصلي مروه زميلتي ادت رقمي لواحد جاي جديد الشركه، وانا ما بحبش رقمي يبقى مع حد. ايوه في الشركه؟ يعني زميلي كاروف فيها ايه يا حبيبتي؟ يعني في الشركه بس، لكن بعد الشغل لا، ما ينفعش، انا ما بحبش كده يا رضا. هو ايه اللي ما ينفعش يا روح؟ انت في الشغل يا حبيبتي، يعني مجتمع اكبر وعلاقات اوسع. يعني ما فيهاش حاجة لو المهندس زميلك قاعد يتكلم معاكي، شربتوا حاجة مع بعض، خدتوا بريك سوا وقعدتوا تدردشوا، ولو المهندس ده حس ناحية المهندسة دي بمشاعر أكتر مش عيب إنه يصالحها، وهي كمان لو حست ناحيته بحاجة مش عيب إنها تقول له. بص يا رو، المشاعر والأحاسيس ناحية أي حد مش عيب ولا حرام. حبيبتي أنت بتعيشي أحلى أيام عمرك، حسي بسعادة وانبسطي وخليكي واثقة من نفسك طالما ما بتعملش حاجة غلط، صح؟ باشمهندس باسم، حلو الاسم. بقالي كتير ما شفتكش مبسوط كده. يمكن عشان بقالي كتير ما خرجتش مع سليم. سليم متعلق بيك قوي على فكره، شايف مبسوط ازاي؟ ما تحرموش منك بقى تاني. غصب عني يا منى، الفتره اللي فاتت منعتني عن حاجات كتير قوي. منعتني ان انا اخرج معاه وافرح واتبسط ونجري سوا. منعتني ان انا حتى اقعد لوحدي. في حاجات كتير عدت من غير ما اخد بالي يا منى. انسى اللي فات بقى خلاص. حتى لو نسيت هو مش هينساني. أنا عمال بضحك قدامي كده عشان قدام سليم، بس بحاول أعوضه عن أي حاجة، أعوضه عن جده اللي مات الله يرحمه. أنا تعبان يا منى، تعبان وتايه، جوايا مليون سؤال ومش لاقي إجابة ولا واحد منهم. احكي لي عن اللي جواك يا جميل، خليني أساعدك. مش تعرفي يا منى، ما تشغليش دماغك. وأنا عندي عزم منك أشغل دماغي. منى، احنا اتكلمنا قبل كده مليون مرة في الموضوع ده، احنا اخوات مش اكتر من كده. جمال، هو انا ليه كل ما اتكلم معاك تقفل عليا الكلام بالطريقة دي؟ والله انت شايفني كده اوكي، بس انا شايفاك اكتر من كده. اديني فرصة اثبت لك. فرصة ايه يا منى، انت اتجننتي ولا ايه؟
انت ست متجوزه ما تعالي. هتطلق مني. تطلقي ما تطلقيش، انا ماليش فيها. اوعي تربطي اللي بيحصل ده بيا لانه مش هيغير حاجه. يلا بصي داري مالونه، يلا داري مالونه كتير. انا بجد بحبك، بس بحبك زي اختي. اوكي جمال، لو انت عايز كده اوكي، المهم تبقى مبسوط مني. طول الوقت بيتعاملوا قدامك على انهم نضاف وابرياء والغلط ما يطلعش منهم، وقد ايه انت زباله وظنك وسخ لو فكرت في لحظه انهم ممكن يكونوا بيضحكوا عليكي. يا سلام، درجه كده الكذب والصدق فيها بيبقوا حاجه واحده، اتعجنوا في بعض. فهماني يا مريم؟ فهماك يا سعلي. وبعد ما تطمن لهم وظنك يصدق تلاقي الخيانة بتجري في دمهم. هما مين دول؟ اللي انت بتحكي عنه. سيبك منه، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيفضحهم. بس ساعتها ملهاش طعم يا مريم. حلاوة الحاجة لما ترتبي لها وتظبطيها بإيديكي، وبعدين تستني اللحظة اللي توقفي تتفرجي فيها زيك زي أي حد، ولا كأنك عارفة أي حاجة. اللي تشوفه يا سعد، أنت أدرى مني. أدرى منك ومنهم، بس الوقت لسه ما جاش. عارف يا بدير مشكلتي معاك في إيه؟ مشكلتي معاك مش في انك خنتني، لا، مشكلتي معاك اني اعرفك من زمان، وده طبعا معناه انك بتخوني من زمان. الاوسخ من كده بقى اني عمري في حياتي ما شكيت فيك ولا فكرت فيك ابدا. شابوه، عرفت تضحك عليا. ابدا والله يا كوميدي، دي اول مره والله العظيم. لسه بتكذب، لسه بتكذب يا بدير. انت لو ما كنتش بتخوني من زمان يا بدير، عمرك في حياتك ما كنت هتقدر تعمل فيها العملة السودة دي، كنت هتخاف. لأن اللي بيبتدي وساخة مع حد بيبتدي بالراحة، واحدة واحدة بالهداوة يعني. إنما أنت طبعًا واضح إنك واخد راحتك ومترستح على الآخر. قلت لنفسك يلا اقعد أضرب الضربة الكبيرة وأخلص، صح؟ أنا بضحك عليا يا بيه. كلنا بنضحك علينا كتير. أنا قدامك أهو بتضحك عليا. بس عرفتك انت بقى مين اللي ضحك عليك، قولي. ارحمني يا كوميدي، انا طول عمري الراجل بتاعك. لما تقولي مين اللي ضحك عليك انا هرجع لك كل اللي اتاخد منك. اقسم لك بالله هرجعه لك، اديني 24 ساعه بس. يا بدير ارحم نفسك، كفايه النفخ اللي انت لسه هتتنفخه. انت قولي مين اللي ضحك عليك. ابوس رجلك يا سعاده البيه، انا ما استاهلش منك ده كله. عندك حق يا بدير، ساعده عشان يفتكر. لا ابوس رجلك سعاده البيه، انا بس اه اه اه. الو، بونجور فريال، انت كويسه؟ طب اسمعيني بسرعه. الكومي كان هنا النهارده الصبح وقابل مدير البنك، واللي عرفته انه طلب اطلاع على حركه رصيدك بشكل ودي ما بينهم. واطلع عليه؟ قال له بكره هيبقى جاهز. انا قلت اقول لك يعني لو الموضوع مهم بالنسبة لك. ميرسي يا حبيبة قلبي. عليا أنا يا كومي. اشتري عمرك يا بدير، وانت نصيبك اللي أخدته حسبه، مش هاخد منك حاجة. سيبني يا كومي بيه وأنا هتصرف. مين اللي مخوفك للدرجة دي يا رمك؟ ارحمني يا كومي بيه، أبوس إيدك ارحمني. هرحمك لما تقول لي مين. انت
حاجه غريبه قوي. بهجت سالم ينكتب له عمر على ايديك، ولما يقع في خطر تاني برضه يبقى على ايديك. شفت ازاي؟ لا مش فاهم يعني ايه خطر تاني دي. هو الورق اللي بعته ده لعبه؟ ده راجل كبير وفاهم هو بيعمل ايه. الظاهر ان الورق ده مهم بالنسبه لك قوي، والظاهر برضه ان انت بقيت عزيز قوي على بهجت سالم عشان يساعدك بالطريقه دي. بقول لك ايه؟ ما تريح نفسك وخليك صريح معايا وهات من الاخر، وانا اوعدك ان مش هاجي جنبك ولا هتشوف خلقتي تاني. واحنا من امتى كنا بنتعامل بصراحه؟ خد نصيحه مني يا جمال، محدش فينا نضيف ومحدش فينا هيعرف ينظف نفسه. يمكن قدام الناس بنبان ان احنا نضاف، اكتر من كده ما تحلمش. بس الكلام ده ممكن تقوله لنفسك انت مثلا واللي زيك، لكن الكلام ده ما تقولهوليش انا. انت بتاعنا يا ابني، عارف يعني ايه بتاعنا؟ اشرب. متخافش احنا لسه عايزينك. ما هو احنا لسه عايزينك دي بقى اللي انا عايز اعرفها بالظبط. انتوا دول مين؟ انسى يا جمال، ومش خوف منك، خوف عليك، وهو ده اللي مصبرنا من الغباوه. طب يا سيدي متشكرين، كتر الف خيركم. مش عايزين تتغابوا وخايفين عليا وطلعتوني براءة ومستنيين ان انا افكر وارجع تاني لوحدي. كل ده حلو على راسي، بس بقول لك ايه، النغمه دي خلاص جابت اخرها معايا. انت نفسك جبت اخرها معايا. مشكلتك يا ابو العزم ايه؟ اسمع، مشكلتك معايا اني معرفش خيرك، فما تخلينيش اتغاب عليك احسن. قدامك 24 ساعه عشان تقولي كل اللي انا عايزه، انت فاهم ولا لا؟ انت بتهددني يا جمال؟ اه بهددك. طب خليك فاكر بقى انك مش لوحدك، وان في ناس معاك بتخاف عليهم. صح. وانت اوعى تفكر تلعب معايا اللعبه دي يا ابو العزم، عشان يوم ما هتفكر هيبقى اخر يوم في عمر اللي حواليك قبل عمرك. كنت متأكدة إنه هيعمل معاك كده. راجل عاش طول عمره دبلوماسي في الخارجية، أكيد إجاباته كلها هتبقى كده. إيه بس ده ما إدانيش إجابة واحدة محددة. كل كلامه كان عايم زي ما بيقولوا. ده برضه كان انطباعي عنه أول مرة شفته فيها. ده بدل ما يجاوبني على الأسئلة اللي رحت له بيها، زود عددها. مش عارف يا لهنا. حاسس إن السفير بهجت سالم وراه لغز كبير. الحكاية أكبر من إجابة دبلوماسية لا تقدم ولا تأخر. في حاجة تانية. طب حسيت ده ازاي؟ لما حصرته بالكلام عن علاقته بجمال قال لي كلمة غريبة جدا. قال لي إن الحقيقة مش دايما موجودة، والأفضل إنها تبقى كده. عارفة اللي هو كلام حد مدرك الحقيقة دي كويس وعارف خطورة ظهورها إيه؟ كلمة غريبة فعلا. حسيت إنها زي نوع من التهديد. لو ما تحاولش تدور أحسن لك بدل ما تتأذي. عارفة النوع ده من الكلام بس بأسلوب مهذب؟ ايوه، بس هو هيوجه لك رساله زي دي ليه؟ ده اللي بحاول افهمه. لو كلامك زي ما بتقول يبقى ملوش غير معنى واحد، ان السفير سالم طرف من اطراف الحقيقه. فكرت في ده بس مش عارف ليه يا ليلى استبعدته. طب خلينا نجرب معاه تاني، ممكن نطلع باي معلومه ما تخليناش نستبعده. الله، يا سلام، تسلم ايدك عماد. والله عماد؟ عماد ده ايه؟ عماد ده تنساه خالص. اه صحيح، عماد اللي عرفته ما كانش طباخ ماهر كده. كويس ان شغالين لسه واخدين اجازه علشان اتعرف على بقيه مهاراتك دي. لا ولسه. انت عارف لما ماما الله يرحمها توفت ابويا ما رضيش يزعلني ويجيب لي بنات اخ. كل يوم كنت ادخل انا وهو المطبخ نجرب في بعض طول السنين اللي فاتت دي كلها. اوه بس اسمر اهو، نتيجه زي الفل. الف انا وشفا. ميرسي يا جمال. خليك زمن، خليك زمن، اقعد اقعد اقعد، جايين بكره نظبط الدنيا دي كلها. بجد انا مش عارف اشكرك ازاي. انت ما تعرفش الورق اللي راح لابو العزم عمل له قلق قد ايه؟ خليه يعرف ان انا معايا كذا جابها ممكن افتحها عليه. مش انت لوحدك اللي بتدور على البراءه يا جمال. انا كمان بدور عليها. الورق اللي راح لابو العزم بيكشف عن صفقات تمت هناك وانا موجود في العراق. مفيش غيري انا وهو واحد تالت اسمه نوح السباعي اللي نعرف الصفقات دي عباره عن ايه. واللي بسببها
حصل اللي حصل. تتضايق لو قلت لك اني ما استاهلش كل اللي انت عملته معايا؟ يعني الناس كانت ليها حق في كل اللي عملته معايا، وده كان مصيري اللي انا استحقه. لولا انك ظهرت وانقذتني. انا مش فاهم انت سيادتك بتقول الكلام ده ليه؟ في بدايه الغزو الامريكي للعراق كنا من جانبنا بندعم المجاهدين العراقيين دعم جامد قوي، طبي ومعنوي وترحيل سريع لوصالهم. كل ده كان بيتم بشكل غير رسمي بس بدعم من النظام، لغايه ما ده اتعرف من جانب المخابرات الامريكيه، وبقى مطلوب من النظام يقدموا تبرير لكل اللي حصل ده. وفي يوم وليله التبرير اتحول لصفقه، وبعد ما كنا بندعم العراقيين بقى مطلوب مننا نسلمه للامريكان. انا متخيل طبعا انت رفضت لحد ما اجبروك. بالعكس، ما قلتش لا، ودخلت باختياري وابدعت في وسائل التسليم والتعاون. ما كنتش بتفكر صح؟ كنت طول الوقت بتحاول تمنع نفسك، حتى لما كان بيجي صور في خيالك لواحد بيترجاك ترحمه كنت بتحاول تتوى عشان ما تتضايقش من اللي بتعمله فيه. بتحاول تقنع نفسك طول الوقت انها تعليمات واوامر، وانك جندي من جنود النظام لازم يبقى فخور باللي بيعمله زي ما هم فخورين بيك كده، حتى لو ما قالوش ده في العلن. كل اللي انت بتحكيه ده انا عشته لحد ما رفضت، ما رضيتش اكمل، حصل لي كل اللي حصل لي ده، وانت في الاخر دخلت بورك عشان تنقذني زي ما عملت معاك زمان. الفرق اللي بيني وبينك انت تستحق اني اساعدك بس انا لا. كان في مره مجاهد عراقي انا فاكر اسمه لغايه دلوقتي، صالح التكريتي، شدوا حيلكم يا رجاله وبالشفا ان شاء الله. شكرا لله. يا صالح شد حيلكم مرة، دول شوية تعبوا يعدوا. والله يا جناب السفير ما ردت انام هاي النوم على السرير مثل النسوان، انا ردت استشهد بالميدان مو اموت بهاي المستشفى. لا تخاف صالح، ما راح تموت، انت عراقي، انت بطل، انت من بلد الاسود، انت من بلد صدام حسين. شد حيلك يا بطل. مشكور. حد يبقى عنده ولاد حلوين كده ويقولوا الكلام ده برضه؟ شد حيلك، دكتور عايزك دقيقة واحدة. صالح حالته ايه؟ لازم عملية بأسرع وقت. الإمكانيات موجودة؟ محتاجين أدوية وأجهزة نطلبها من سوريا ومن مصر، يعني توصلنا الأجهزة والأدوية خلال أسبوع أو أسبوعين، وأنت عارف يا سعادة السفير ظرف الحصار يعني والإمكانيات محدودة. كله من جيبي الخاص وعلى حسابي أنا. أرجوك يا دكتور علشان خاطر ولاده. الله يبارك فيك سعادة السفير. وعمل العملية وخرج سليم واطمنت عليه. وبعد خروجه بيومين اتنين بس اتصلت بيهم وبلغتهم عن مكانه. وانت بقى بتحكي لي ليه؟ بتفكر تعملها معايا بعد ما ساعدتني؟ اطلاقا يا جمال، انا بس بوريك انا وصلت لفين، وما اعتقدش ان في درجه اقذر من كده ممكن اي بني ادم ينزل لها. انا عمري ما كنت اتخيل اللي بتحكيه ده ابدا، ده لولا اللي انت حكيته بنفسك عمري ما كنت هصدق. هي دي الحقيقه، وانا اللي فاكر عمليه انقاذك دي انضف حاجه عملتها في حياتي. ده مفيش حاجه نظيفه في الدنيا بقى، بس ولا يهمك، كل واحد فينا عنده اللي يتكسف يحكيه عن نفسه، القوي بس هو اللي بيتكلم، وانت اتكلمت دلوقتي. بقى انت مش خايف الورق اللي بعته ده يورطك معايا؟ انت اللي شجعتني يا جمال، بس المره دي مش هبعتوني عشان انقذك، المره دي هكون لوحدك. يمكن ده يبرأني من الجرائم اللي عملتها. أنا آسف جدا يا جمال، آسف إني أزعجتك معايا. ملوش لزوم تتأسف، كل واحد فينا محتاج يتكلم ويحكي عشان يخفف الحمل اللي شايله ويبطل يهرب. مش عيب نحكي على فكرة، بالعكس
ده أول طريق البراءة اللي بندور عليه. ده اللي حصل بالظبط. ومن ساعتها ما بتردش على الموبايل. رحت لها الشغل قالوا لي واخده اجازه مفتوحه. انا عايز اطمن عليها بس. طمن يا اشرف. ربة كويسه. بص يا ليلى، انا عارف ان انتوا اصحاب واخوات كمان. وانا حكيت لك اللي حصل بالظبط. من فضلك فهميها انا ماليش ذنب. انا اللي فهمته من كلام ربة انها مصدقه قوي مشاعرك ناحيتها. بس خليني اكلمك بصراحه. انت اكيد شفت قد ايه هي كانت رافضه فكره الارتباط دي. دي حقيقة. يعني بمجرد انها تدي لنفسها فرصه انها تحب ده يعتبر انجاز. انت عايزه تقولي انها ممكن ترجع تقفل على نفسها تاني وتعمل زي ما كانت بتعمل؟ بصراحه ده اللي انا خايفه منه، اتمنى انه ما يحصلش. ما انا عايز اقابلها عشان افهمها. ما ينفعش تحكم عليا في حاجه حصلت قبل ما نعرف بعض اصلا. هو فعلا الموقف سخيف جدا. انا عارف انه سخيف يا ستي، بس طب ايه الحل؟ اشرف انا عايز اسالك سؤال. انت بجد عايز ربا؟ من ساعه اللي حصل ما فيش جوايا غير السؤال ده. بس انا ربا بالنسبه لي غير اي واحده عرفتها في حياتي. انت عارفه لما كنا بنتقابل واقعد قدامها كده وابص في عينيها، كنت بلاقي فيها حاجات عمري ما لقيتها في نفسي. والغريب ان هي ما كانتش بتفتعل ده، ولا انا كنت بدور عليها، بس ببساطه كده كنا بنكمل بعض. انا مش عارف اعمل ايه، ساعديني. يا نهار اسود، اللي انت بتقوله ده بجد؟ امال بهزر معاكي، بدير خلاص انتهى للابد. يعني لو ما كنتش قتلته كان زمان الكومي نفخه لحد ما نطق. شفت ازاي؟ ايوه، بس احنا ايش ضمننا اصلا ان هو ما اتكلمش؟ ما تخافيش يا فريال، لو كان نطق بكلمه ما كانش الكومي هيحتاج يبص على رصيدك في البنك زي ما قالوا لك. امال ايه؟ كان زمانك مشرفه جنب المرحوم يا حبيبتي. علشان تعرفي بس، انت من غيري ولا اي حاجه. انت بتهزر يا علي؟ كده الكومي كان شافي. مالك يا فريال في ايه؟ أول مرة أشوفك مهزوزة كده. أمال عايز تشوفني إزاي؟ بتحزم وبرقص؟ أنت واقفة بتعملي إيه عندك؟ أنت بتتسلطي علينا؟ لا لا أبداً، أنا كنت جايبة لكم الشاي. هاتي الشاي يا مريم. حاضر. خش على جوه وما تطلعيش لحد ما أجيلك. مين البت دي؟ أنا مش مرتاحة لها. قلنا واحدة ست. أنت حر. نرجع لموضوعنا. أنا مش مطمنة يا علي. لا اطمني يا فراولة. الحكاية دلوقتي ما بين اتنين. أنا وأنت وبس. لو مش هتقدري قولي. أنا مش هرد عليك. عايزة بس أفكرك بالواد بتاع العربية، أحسن شكلك نسيته. ولا له قيمة. ده ما كانش يعرف غير المرحوم. يعني بالنسبة لهم ورقة فاضية. الدنيا أمان يا فريال، ما تخافيش. أهم حاجة عينك على الحمار اللي عندك. علشان ما يرفص. كده ولا كده؟ أول ما جيت سكنت هنا أنا والمرحومة والدتك، ما كانش فيه غير عمارتنا دي والبيت اللي قدامنا اللي فيه الواد أشرف. حتى أبوه وأمه جم بعدنا بشهرين، والباقي كله خرابات. يعني لو في انصاف كنت انا بقيت عمدة المنطقة دي، وكانوا سموا الشارع ده على اسمي. ورديك باسمك عمدة الخرابة؟ يا سيدي خرابة خرابة، اهي كلها بقت عماير وابراج اهي. طب ولا يهمك يا سيدي، بكرة انزل لك واكتب لك على نص الشارع يافطة قد كده، شارع الحاج رجاء الجبالي. ايوه، رجاء الجبالي وولده. وولده. ويافطه صغيره عشان الواد سليم ما يزعلش. يلا. احب اكتب لك يافطه كمان لامي. ايوه
اسفه والله يا استاذ جمال، اصل السكه ما يعلم بيها الا ربنا. ولا يهمك يا اسماء، دلوقتي سليم نايم صحي كمان ساعه عشان يذاكر، وانا اروح مشوار وارجع له. حاضر. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. بعد اذنك يا جمال يا ابني، ممكن اخد من وقتك دقايق؟ اتفضل يا موسى. انا عارف انك انت ما لحقتش تشوف ابوك قبل ما يموت الله يرحمه، ولا حكى لك على اللي انا عملته معاه. انا رحت له المستشفى وطلبت منه انه يسيب البيت، عشان كده كان لازم اجي واحكي لك. احكي لك عشان استريح، انام وانا مستريح، لانه بعد اللي حصل حسيت ان في دين كبير في رقبتي لازم اسدده. انا كنت خسيس مع ابوك يا جمال، ما صنتش اللقمه اللي كلناها سوا، ولا الايام الحلوه اللي عدت بينا وكان شايل همي. انا مش عارف عملت كده ازاي وليه وعشان ايه، بس انا اسف، انا اسف يا جمال. الله يا عم موسى، انا مش عارف اقول لك ايه، بس يعني هو مطلوب مني ايه دلوقتي؟ ده انا اللي بطلب منك، انا بطلب منك تسامحني وتقول لابوك لما يجي يزورك في المنام انه يسامحني. قول له عم موسى راجل كبير وعيل جاي عياط لي زي العيال الصغيرين لانه غلط في حقك. انا اسف يا جمال، سامحني وخلي ابوك يسامحني يا جمال. صلى على النبي يا عم موسى، صلى على النبي. سلام. ما تقولش على نفسك كده، انت حبيبنا برضه، بس هي الدنيا كده ساعات بتخلينا ندوس ونجرح بعض من غير ما ناخد بالنا. مش انت لوحدك يعني، بس ريت كل الناس طيبين زيك كده، بيمد دوم للي بيقع ويقول ما زعلش مني وحقك عليا. بس خساره، كان نفسي تلحق وتقولها له هو، بس انا ابنه برضه، قلتها لي اكنك قلتها له بالظبط. يعني انت مش زعلان مني يا جمال؟ لا مش زعلان، الله يرحمه كان بيحبك، وانا اللي ابويا يحبه ما زعلش منه. هو لك كأننا عايشين في فيلم. اللي افتكرته سرقني هو اللي يجيب لي الحرامي لحد عندي، والحرامي قبل ما يعترف يجي اللي مشغله ويموته قصاد عينيا. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ لعبة على كبير يا حبيبي، وعشان كده انا دلوقتي متأكدة 100% ان الموضوع ده من فوق. امال كان ايه بقى؟ جمال هو اللي عمل، وجمال هو اللي سوى وهبب كل الكلام ده قبل الفيلم العربي اللي بتقول عليه. وبعدين ده ما يمنعش برضه ان جمال له يد في الموضوع، بس مش اكتر من واحد بالاجره، بينفذ اللي هم عايزينه وخلاص. كان يجي جايب لي بدير لحد عندي يا فريال؟ واللي ورا بدير كمان يا روح قلبي. ازاي بقى ان شاء الله؟ ليه ما تقولش ان بدير اختلف معاهم؟ طمع في فلوس زياده مثلا، حب يساومهم فقالوا يخلصوا منه بالسهوله دي. هي بالذكاء ده جمال يخلص من خطرك ويهدى. واحد، يقدموا لك كبش الفدا اللي بموته عمرك ما هتعرف توصل للحقيقه. اتنين، تالت حاجه بقى انه يبقى دراعك اليمين علشان يقولوا لك شوف احنا كاشفين ورقك قد ايه يا كوم. تالت، عصافير اتضربوا بطلقه واحده اللي جت في دماغ بدير قدامك دي. رابع حاجه ودي الاهم، ان هم يخلوك تفقد الثقه في كل حد حواليك. وبصراحه معاك حق، يعني راجل بقاله معاك عمر ويطلع وسخ كده، هتامن لمين بعده؟ يعني ايه يا فريق؟ يعني انا فلوسي خلاص راحت كده؟ اتضحك عليا؟ مفيش حاجه ملهاش حل يا حبيبي، مش معنى ان السكه اتسدت يبقى خلاص. الكبار لازم نفسهم يبقى طويل، وانت كبير قوي يا كومي، اوعي يا بيبي تخليهم يضحكوا عليك ويعملوا اللي في دماغهم. دول بعد كده ممكن يشككوك في اقرب الناس ليك، ومش بعيد يشككوك في نفسك كمان، فاهمني؟ يخرب بيت دماغك يا بت تنوجة، افتكرتيها ازاي دي؟ ازاي يا بوبو؟ دي حاجة تتنسي؟ طب فاكر ابوك لما قفش الحرامي على سطح البيت وهو نازل على شباك المطبخ
وبدل ما يسلمه راح جايب له اكله وبطانيه. دي فاكرها ايه؟ كنت انا في الجيش ما نزلت قول له يا حاج ازاي تسيبه؟ انت كنت ربطته لحد ما انزل اجازه. قال لي اربطه ده ايه يا ابني؟ ياكل منين؟ ياكل عياله منين؟ ابوكي ده كان غلبان طيب قوي. تعرف يا نور لو انا وسيد اخوك طلعنا لابويا كده ما كناش بقينا عايشين العيشه اللي احنا عايشينها دي ولا مسنودين في الدنيا كده. ايوه يا بوب، بس يمكن سيد كان فضل عايش في وسطينا. الله يرحمه. الف رحمه ونور عليهم كلهم. قولي لي يا نوجة، ترجعت المعهد تاني ولا ايه؟ معهد؟ معهد ايه؟ سلامة عقلك يا بوبو، ما دي مخلصة بقالي سنتين اهو. اصل شفت خروجاتك كترت، قلت انك رجعت تذاكري تاني. لا، اصل بنت رباب زميلتي اللي جت معايا في المعهد بتتجوز اليومين دول، وبتشتري بقى شوية الحاجات بتاعة الجهاز والحاجات دي دايما انت عارف، وكمني قاعدة فاضية وعلى طول في رجلها. طب يا ست ربنا يتمم لها بخير ويتمم لك بقى ولا ايه؟ انت شايف لي عريس ولا ايه يا بابا؟ شاوري على الجدع اللي يعجبك وانا اجوزهولك، هو هيلاقي احلى واجدع منك فين؟ دي جوازه يا بابا، يعني مش قميص ولا بنطلون هتشتريهم لي. قفلتيها يعني؟ ماشي يا نوجة، لما يأذن ربنا هيكون. لما يأذن ربنا. ايه يا بوبو مالك؟ في ايه؟ قولي لي يا نوجة، لو حد طلب منك تعملي له اكل حلو بايديك الحلوين دول وبعد ما سويتيها جيت انا سميت وكلتها، الف هنا وشفا على بدنك يا اخوي. بعدها مصاريني ولعت واتأذيت، تتقطع ايدي وايد اللي عمل فيك كده، تيجي تقولي لي في وقتها وتقولي لي ما كانش قصدي والشطه زادت غصب عني، ولا تكفي على الخبر مجور تقولي أكلة وعدت وخلصنا؟ لا طبعا أجي أقولك قبل ما العوازل يزودوا ويعيدوا في الكلام ويوقعوا بينا. بس إمتى ده يحصل؟ هو ده مربط الفرس. يعني قبل ما أجي أقولك كده لازم أنسيك الأكلة المشمومة اللي أنا أكلتها لك بأكلة حلوة من إيديا، وفي قعدة صفا حلوة بينا وبين بعضينا أجي أقولك يا أخويا ما تزعلش مني ما كانش قصدي. يعني مش في وقتها على طول؟ لا طبعا ما يجوش، القلوب هتبقى لسه شايلة، خير السنين ياخدوا جمل الخصام بخفه. براوه عليك يا بنت نوجة. طب مودينا فين يا عم انت؟ يا باشا مش قلت لك الطريق زحمه ومخرم اهو. خرب فين يا عم انت؟ اصبر بس اصبر. Oh!